خلوكم رجال، الكتب السلفية ينقصوا منهج السلف من مصادره الأصيلة، وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، ولا تخشوا في الله لومة لائم، ولو انحرف أبوك وأخوك أدنه. لو كان أقرب الأقوال إليك بين حقيقة ما عندهم. هذا النص لله، الدين نصيحة لله ولكتابه ولرسوله والمسلمين وعمتهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فين هذه الآية في الحديث هذه؟ فين عند هؤلاء يؤيدون هؤلاء؟ فين هذه النصوص؟ فين منهج السلف؟ فين منهج أئمة القديم اللي راحوا بالمال وغيره؟ فينها؟ فين؟ بارك الله فيكم. ولم نصلي. فيا بارك الله فيكم، أنا أعرف أن فيه ترويج للفتن والبدع وتضليل وضحك على الذكور كما يقال. فلا يضحكن عليكم أحد كائنا ما كان. بارك الله فيكم. والذي يخطئ أخطأ. لو أخطأ ابن تيمية والله يرد خطأ. لو أخطأ ابن باز والله يرد خطأ. هذا منهجنا. والله الذي لا إله إلا هو. إن رحت للشيخ الباز قالوا الشيخ الباز غير صحيح. رحت قلت بلغني أن أخطأ صحيح. قال نعم. قلت ما هي نصيحته؟ قال نصيحتي لو أخطأ ابن إبراهيم ولا ابن باز رد عليه. والله الذي لا إله إلا هو. لا تتوقف. شفنا. ابن باز كان في أي محاضرة في أي لقاء يقول إنسان كلمة خطأ يرد عليه. وكل الناس يعرفون هذا. كل طلاب الجامعة القدامى يعرفون هذا من الشيخ الباز. ما يترك خطأ إلى يوم القيامة. خطأ في صحيفة، في جريدة، في موقع، في أي شيء ابن باز يرد عليه. بارك الله فيكم. ويحث السلفيين على الرد ويؤيدهم ويشجعهم. هذا منهج السلف. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه. آمين. وأن يرزقنا البصيرة في الدين. آمين. إن ربنا سميع الدعاء. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله.